وطن هاي هاي رجالك يا وطن هاي هكذا بدأ المشهد في اليوم الأول من العام الثاني لتجدد احتجاجات تشرين، زحف شبابي للإصرار على تحقيق مطالب الانتفاضة ضد كبار الفاسدين، وفي مقدمتها محاسبة قتلة المحتجين. لازم نطلع حق الشهداء، 800 شهيد، يعني 800 عائلة بهم متزوج وما متزوج، وبهم شاب وبهم طالب وبهم كاسب، هذول لهم حق علي وعلى هاي الناس كلها، وحقهم الأكبر على الناس اللي قاعدة بالبيت. المفروض هاي الناس تطلع، يعني شخص انطاق دمه بعد انت شنو ينطيك اكثر حتى يطلعك؟ ثورة تشرين مو ثورة شخصية، ثورة تشرين ثورة مطالب عامة، مطالب شعب، احنا شعب مستوب حقوقه كل شيء ما عندنا. نساء تشرين أعمدة الانتفاضة خرجنا إلى الشوارع والساحات للاحتجاج والإسعاف والخدمة، ومنهن المصابات والشهيدات والصابرات الباقيات على عهد تشرين حتى تنفيذ قراراتها. ألف تحية لمن صبر وجاهد من ثورة تشرين إلى الآن. هذه ثورة تشرين بدت بصفحتها الجديدة الثانية، نقول لهم لن نكل ولن نمل على مطالبنا المشروعة الحقة. نحن أبناء البلد ونحن من يقرر. المد الطلابي كان هادرا في مركز النجف، وحناجر النساء صدحت بقوة الثورة. في ساحة اعتصام النجف تجسدت السلمية العالية، فإلى جانب فعل الاحتجاج حضر فن الاحتجاج، معرض لصور الشهداء وملابس وأغطية للرأس كانوا يستخدمونها في العام الماضي. البلد يحتاج المواهب الفنية، ومن خلال تشرين قدرنا يعني نفجر طاقاتنا الفنية من خلال ألوان على جدران المناطق، على الجسور، بالأنفاق، بكل مكان نقدر نشتغل بصورة فنية اشتغلنا. وهاي تشرين، من خلال تشرين قدرنا نصنع كل هذا، وإحنا صنعنا بتشرين كمتظاهرين وكناس وطنيين نحب بلدنا. يقولون صور الأشياء حتى تحتفظ بنسخة منها حال فقدانها، إلا أن تشرين في نسختها الثانية بدت أقوى تنظيما وتحشيدا وإصرارا على تنفيذ مطالب تشرين وقراراتها. من النجف مثنى العيساوي، يو تي في.